السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، اليوم جيناكم بفيديو جديد على قناتكم وايلد هانتينج. واليوم يا أصدقائي، اليوم مثل ما نكون شايفين عنا صيد الإجوانا. ومثل ما نكون شايفين الإجوانا، لا أعلم أصدقائي إن كانت الإجوانا هي بنت عمة ابن عمة للضب المعروف عنا بالمنطقة العربية اللي هي الضب، أو إنه من سلالة تنين إجوانا. لا علم لي. ضربة مباشرة. تصويب دائما على الرأس. هذا بالبطيء. ما في مجال للنجاة من هاي الطلقة صراحة. والله منظر مهيب. يعني هذا الحيوان رغم انه صغير بس منظره مهيب. سبحان الخالق فيما خلق، والله سبحان الخالق فيما خلق، سبحان الله. تفاصيله في الرأس، ضربة مميتة في الرأس. إعادة. جبهة في الهدف أسفل منتصف الهدف. طبعا لصيد هاي الحيوان هذا طبعا ما بيستخدموا الصيادين البندقية العادية، ولكن بيستخدموا لا أعلم شو بتسمى، بس أنا بتسمى ببندقية الخرطوش. ومثل ما كنتم شايفين يا أصدقائي، عندكم حيوان الجاموس. تعيين على الحيوان الجاموس، طبعا اختيار الذكر، او مثل ما قلنا سابقا اصدقائي، اختيار دائما الصياد يختار الذكور من القطيع. ضربة مباشرة. ماعز الجبل. تعيين اصابة مباشرة. غزال، اتوقع غزال الجبل. غزال الجبل، هذا غزال الجبل. تعيين. لنا هدف. صيد ليلي. الذئب او الثعلب. الخنزير البري. قرد البابون من الحيوانات المفضلة لي، قرد البابون. وإعادة. مثل ما شايفين يا أصدقاء، جالس على الصبار ولا همه. حيوان الديب. إصابة مباشرة. الماعز الجبلي. أو حيوان المها، أو أتوقع هذا غزال المها. حيوان الغزال. نرجع للذئب مرة ثانية، ودائما التصوير ليلي مع هذا الحيوان. نشاط ليلي.
إصابة في الرأس منتصف الهدف. أصدقائي أرجو منكم الاشتراك في القناة وتابعونا في فيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.